ازيك؟ اتفضل. انا مش جاي اقعد، انا جاي عشانك. مش هينفع هنا. اكيد مش هينفع خالص. حر الجو نار. في زباين كتير ولازم اروح له. انا رايح المكتبه وعايزك عشان نروح المكتبه. مش وقته خالص. بلاش رجالة متجوزة يا رحيب. خلاص بقى، خلاص بقى. ماشي. لقيتيني بسهولة مش كده؟ عرفت ازاي ان انا بشربها بلاك؟ بلاك ومن غير سكر. الرواية كلها احداثها بتدور هنا في الغردقة. البطل مهندس مساحة والبطلة بتشتغل في مطعم اسماك. مش معنى مطعم اسماك. هنا مفيش غير مطعم الاسماك. انا عايز العالم بتاع الرواية المطعم يبقى جزء منه. هيبقى ناقص بقى حاجة مهمة جدا. انزل اتفرج على البلد، اعرف تاريخها بالظبط، اقابل الناس، اسمع حوادثهم. هو ده الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ عايزك معايا. عايزني معاك ازاي يعني؟ باحثة. باحثة؟ اوكي. تحبيش تبقي معايا؟ تشتغلي معايا يعني، مالك تخبطي كده ليه؟ انت عارف ان الكتاب ده بيتكلم عن جدي؟ جدك انت؟ ثانية بس اطلع لك الصورة. اهي. ايه؟ اهو. ده جدك؟ كمال الغريب. He's very handsome. امور قوي. جدي بقى جه من القاهرة هربان من كل حاجة وكره كل حاجة. قعد بقى مع صيادين وبدو المنطقة سنين. يجمع قصصهم وحوادثهم واغانيهم لحد ما بقى حس انه واحد منهم، صياد قصص رحاله. انت شبهه على فكره. تفكرني بيه؟ بشبهه في ايه؟ انتوا الاتنين فضوليين. مش حلوه دي. لا قصدي انتوا الاتنين بتحكوا قصص. لما بفكر في الوقت ده دلوقتي بستغرب ازاي كنت بشوف عمر واتكلم معاه وحاسه بكل اللخبطه دي جوايا، وفي نفس الوقت حياتي انا وسيف مكمله زي ما هي. بس يمكن عشان لحد اللحظه دي انا فعلا كنت مقتنعه ان مفيش موضوع. كل مقابلتنا كانت كانها حاجه بتحصل بره حياتي. حضرتك عارف مين ممكن تكلمه في الموضوع ده كمان؟ مين؟ أشرف الفار. اشمعنى يعني؟ منتشر في البلد بشكل مش معقول، بيسمع كل حاجة بتحصل في البلد، وعيلته من أقدم العائلات في الغردقة. عارف. حضرتك عارف إن عيلته كان عندها بيزنس وأملاك كتيرة جدا هنا؟ فعلا؟ لا ما أعرفش غير المطعم بس. لا ده اللي صفصفت عليه الأملاك والبيزنس بتاعه. ايه علاقته بقى بالقضية اللي انت بتقوله ده؟ حضرتك قريت روايتي؟
عارف طبعا الناس كتير بتعتبر ان الادب ده مجرد حواديت وحكاوي، بس صدقني ساعات الحواديت والحكاوي دي بيبقى فيها حقائق اسدى من اللي في السجلات. هقراها. طيب احنا كده خلصنا فن؟ لا لسه شوية، تقلقش مش هعطلك. تحت أمرك. طب يا ماما تحكي لها كمان خالته عملت ايه في الفرح؟ ايوه يا نانا بليز. وانا راسي كانت في الفرح ده، انا من اول الفرح لاخر وانا قاعده بعيط، لدرجه ان انا جالي هبوط في الدوره الدمويه كانوا هينقلوني المستشفى. ايه ما اللي انت بتقوليه لها ده؟ على فكره كنت مبسوطه جدا وبتتنططي من الفرح. يعني انت كنت متضايقه ان ماما هتتجوز بابي؟ ليلى هتعملوا ايه النهارده؟ عايزه تروحي البحر؟ مامي وقتها كان عندها 21 سنة وكانت لسه في الجامعة وكل الولاد كانوا عينهم عليها، أنكل نديم وأنكل طارق. طارق فكري صاحب أندوشين؟ واو واو. كلمهولك اتبناك يا روحي؟ بس مامي كانت بتحب عمر من وهي في أولى جامعة، غرام يعني زي الأفلام كده. شفتي الأستاذ الخليل؟ شبهه بالظبط. ما انت كمان بتحبي عبد الحليم يعني؟ احبه اه، لكن اتجوزه لا. انت الافلام كانت دماغك مش جايباه من بره. اهم حاجه كاريرك يا لولا. الحب لذيذ بس الجواز والكارير دول حاجات تانيه خالص، والجواز يحكم فيه عقلك مش قلبك. كفايه كده، قوم البسها عشان رايحين البحر. في ايه يا عمر؟ هو انا مش بتكلم معاها؟ احكي لها الكلام ده مره تانيه ان شاء الله. صلاح تعالى رايحين البحر وملبسي. ما كانلوش اي لزوم اللي انت بتقوليه ده. ليه وانا قلت ايه يعني؟ هو انا ما اعرفش اتكلم مع حفيدتي؟ هو انت كمان مش حاسه انت بتقولي ايه؟ بجد حرام عليكي. ميرسي خليها تربي. من فضلك تأكد ان الولد لبسه. اوكي. هنا هنا